ورجعنا تاني ومعانا في الاستوديو اسماعيل احمد محمد، طفل مصري عنده 12 سنه، يعد من العباقره في يعني عباقره الاطفال. اسماعيل كان ضيف حلقتنا قبل كده وهو بارع في ان هو يحل العمليات الحسابيه في ثواني. طبعا يعني بصراحه مش عارفه ازاي انا ابعد ما يكون عن هذا المجال. وازيك اسماعيل؟ هو كان ضيفنا كمان. انت النهارده عندك فرصه ذهبيه تسال دكتور هاني تعمل ايه في مستقبلك. اتفضل مايك فاين. هو انا ايوه تقدر تساعدني في المستقبل ان اكون عالم او حاجه يعني في المجال ده؟ الاول لازم تسال نفسك انت عاوز تتخصص في ايه. ممكن انك انت تكون عالم في كل شيء في الدنيا، لكن اللي يكون متخصص بيقدر يعني يتعمق في التخصص بتاعه زي ما انت متعمقت في حكايه الاعداد والحسابات بتاعتها. فلازم تسال نفسك ايه هو التخصص اللي انت تحب انك تمشي فيه. يا ترى هو الفلك؟ يا ترى هو الطب؟ يا ترى هو الهندسه؟ لو اخترت الهندسه اللي هو المجال بتاعي اقدر اقول لك انه مجال صاعد جدا وله مستقبل، هو مجال الطاقات المتجدده. لان يعني الطاقات المتجدده هي اللي هتحكم العالم في المستقبل وهيكون لها عليها طلب كبير جدا. اوكي، طب سؤال تاني، هو الاحسن اني ادرس هنا ولا اقدر اسافر بره يعني؟ الاسهل لك انك تدرس هنا الاول، وبعد ما تخلص بكالوريوس هنا تسافر بره. انك تسافر بره بعد التوجيهيه على طول، حصل تجارب كتير لناس اعرفهم حصل لهم متاعب كبيره جدا. لانه السن الصغيره لما يكون الواحد في الخارج بعيد عن اهله وبعيد عن اصحابه بيحس بالغربه بشكل اكبر بكتير، او زي ما تقول لما يكون كبير في السن اكتر يقدر يتحمل الغربه دي بسهوله اكتر. اللي هو بدايه من الماجستير والدكتوراه مثلا يا دكتور؟ ايوه، لما يخلص البكالوريوس. اوكي. انما في البدايه خالص يعني في تعليم هنا كويس جدا في مصر، وفي جامعات كتيره مشهوره ومعروفه، وجامعة القاهرة مثلا الترتيب بتاعها عالي جدا من بين جامعات العالم. ولو هو اتخرج منها وانت كده ولا كده متفوق اي درجات عالية هتقبلك الجامعات التانية كلها بسهولة. عندك اسئلة تانية يا اسماعيل؟ طب يعني حضرتك تعرف اي حاجة تقدر تساعدني مثلا لو انا عايز ادخل في مجال السوفت وير او الحاجات دي؟ دلوقتي في حاجة كويسة جدا موجودة جديدة في مصر من حوالي شهر موجودة، اللي هو بنك معلومات تقدر تتصل بيه بكل العالم، بكل الحاجات اللي موجودة في العالم، المعلومات اللي موجودة في العالم. ده بنك مخصوص معمول عشان مصر، وفي اتفاقية بين مصر وبين البنوك دي كلها انه المصريين اللي عايشين في مصر يستفيدوا منه. فالبنك ده عشان توصل له تخش في الانترنت وتكتب EKB اللي هو اختصار Egyptian Knowledge Bank. لما تكتب ده هيطلب منك الرقم القومي، اذا كان عندك انت بطاقه بتاعت الرقم القومي، لان لازم تتاكد انك انت مصري وانك عايش في مصر. فلما يكون عندك الرقم القومي تقدر تكتبه. الرقم القومي بتاعك لسه يمكن ما طلعتش بطاقه، يبقى رقم بتاع والدك مثلا تكتبه وتخش فيه. هيفتح لك المجال لكل المعلومات اللي موجوده في العالم ومنشوره في نشرات علميه، وتقدر تنقي منها اللي انت عاوزه. اغلب الحاجات مكتوبه باللغه الانجليزيه، انت هتعرف انجليزي على ما اعتقد كويس، لانك انت تتعلم اللغه ده حاجه مهمه جدا عشان تقدر تعرف الحاجات دي. دكتور هاني، عايزه اسال حضرتك بالنسبه لاولادك واحفادك، هل هم مشوا على النهج النصيحه اللي حضرتك كنت دايما بتديها لهم؟ ووصلوا لفين دلوقتي؟ النصيحه اللي اديتها لهم انهم يمشوا على الميول بتاعتهم. فاول طفل ليا كان بنت اسمها ناديه، دلوقتي عمرها اكتر من 40 سنه ما شاء الله، وعندها ابن اسمه تيمور، حفيدي اكبر منه بثلاث سنين، عمره 15 سنه دلوقتي. بكره هيبقى عمره 15 سنه. بكره كل سنه هو طيب. شكرا. دي سبتها تعمل الميول بتاعتها، قالت وهي في المانيا انها عاوزه تيجي مصر تدرس في مصر. وتعمل سابت المانيا وجت هنا تدرس هنا؟ ايوه. فقلنا لها، قالت انها عاوزه تيجي المدرسه الالمانيه وتعمل التوجيهيه
هنا في مصر. فقلنا لها انها تعمل التوجيهيه بتاعت المدرسه الالمانيه، لازم تعرف كل البرنامج بتاع التوجيهيه بتاع المدارس المصريه زائد التوجيهيه بتاعت الالماني، وهي ما عندهاش في العربي القدره الكافيه انها تعمل التوجيهيه بتاعت الحكومه المصريه. بس هي عندها الجنسيه المصريه فكان لازم تعمل دي. عشان كده قلنا لها لا، اعملي توجيهي في الالماني الاول في المدرسه الالماني، وبعد كده نوديك مصر وتخش الجامعه هناك. فاختارت انها تخش الجامعه الامريكيه لانه لازم تعمل معادله للعربي، لانه يعني ما كانش عندها عربي. الجامعه الامريكيه كانت تسمح لها انها تعمل المعادله دي قبل التخرج بشويه، يعني بعد 4 سنين، بينما الجامعات المصريه بتحتم عليها انها تعمل المعادله دي بعد اول سنه. فكان في راينا انه بعد سنه مش هتكفي انها تعمل المستوى بتاع التوجيهيه عشان تقدر تخش في المعادله دي. ودخلت اقتصاد في الجامعه الامريكيه في مصر هنا. اخوها بقى اللي اصغر منها ب3 سنين ونص اسمه محمود، لما شاف انها دخلت جامعه امريكيه وكان بيسمع منها طبعا الاقتصاد ومش الاقتصاد وكده، تاثر هو بالاتجاه ده وقال انا عاوز ادرس اقتصاد انا كمان. انا حكيت لك حكايه مشابهه قبل كده، دي تاني حكايه، انه تاثر باللي حواليه بيقولوا له حاجات كده حلوه، فراح دخل اقتصاد. وبعد ما قعد شهرين هناك اكتشف ان ده ما هيش الميل بتاعه المظبوط، انه ميوله للهندسه اكتر. وكان وقتها في هندسه ميكانيكيه في الجامعه الامريكيه، قبل كده ما كانش فيه. كان وقتها موجود من حسن حظه فانتقل للهندسه وعمل هندسه ميكانيكيه في الجامعه الامريكيه ونجح فيها وبقى كويس قوي الحمد لله. وعندي منه كمان حفيد تاني اسمه جبريل. جميل جدا، ربنا يخليهم ويوفقهم في حياتهم ان شاء الله، واكيد سعداء بوجود حضرتك معانا في حلقتنا النهارده، ونتمنى ان شاء الله من الوقت التاني يعني في زيارات حضرتك نبقى نقابلك ونشوف نطلع على كل جديد في مجال الطاقه في مصر ان شاء الله. اجيب احفادي وهي المره الجايه يا ريت. والله العظيم يا ريت يا ريت، نرجوك ان ده يحصل يعني. نشوف احفاد العالم الكبير بيبقوا ازاي. تيمور جاي بعد بكره، ربنا يوصله بالسلامه ان شاء الله. وبنشكرك يا اسماعيل، ان شاء الله تمشي بقى على الدرب ده باذن الله ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين ونقول لكم دلوقتي بقى هننتقل لفقره المطبخ باستا.